عرفتش الا بعد ما خلصت خالص وبدات خرجت بره الهوا، فكلمتهم اطمن عليها وعلى الوالد. فهي كانت في حاله عياط بتبكي من اول ما شافت الموقف. الوالد بيقول لي اجي لك دلوقتي، فبقول له تجي لي فين يعني، محدش يقدر يجي لحد في مكانك يا بابا. بالظبط يعني زوجتي كانت عند والدتها، والدتها بتبكي خايفه عليا، وزوجتي كانت بتضحك. لا 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 فعلا بتضحك ليه؟ لان اكيد اكيد بتشتغل في المهنه برضه. هي مخرج. طيب بالظبط. فبتقول لمامتها لا ده هو عمرو ما مبسوط، انا متاكده ان عمرو مبسوط. انا بحب شويه الشغل، عارفه مدام منى اللي هو فيه اكشن، انا بحب الشغل ده جدا، بحب الشغل اللي فيه احداث او فيه كده. انما ابرز موقف كان موقف محمد ابني الحقيقه، يعني هو ده موقف محمد ابني، عنده 3 سنين ونص، فكان بيقول عربيه بابا اتحرقت، عربيه بابا اتحرقت يعني. المخرج ناشف بيقول انه في كليات الاعلام يعني لما بيحاولوا يفهموا ان المذيع لازم يبقى رابط الجأش في كل الاحوال، فبيقولوا مثلا ايه، لو فار عدى في استوديو، لو برص، الحقيقه ما حدش ابدا الا وحد مسلح دخل عليك وبيشد الاجزاء.